هلا انت كل يوم بدك تطلب مني مصاري لحتى تشتري بهلك الى مرتك؟ يا ابي المرة بتشتهي تشتري اللي بيجي عبالها. ما اختلفنا يا ابني، بس شي منه ولا كله. اذا كل ما اشتهيت مرتك شغلة بدك تجيب لي اياها، معناتها اللي عم تشتغل فيه بتحطه حق شرطي وحشو مصر على مرتك. يا ابي رب العالمين فاتحة علينا، وانا ما بدي احرمها من شي. قول لمرتك تخفف طلباتها شوي، وانت التاني ضب ايدك واحفظ قرشك منشان تشتري بيت الك ولمرتك. يا شابي بدك طالعنا من البيت؟ ان شاء الله فكر حالك، رح تضل ساكن عندي على طول. انا اكتر من سنة سنتين ما بتحملك. ولي وين بدي روح انا؟ وين بدك تروح؟ روح جيب لنا غدا ورجع بسرعة. روح روح جيب لنا غدا. ايه يا بي بأمرك. شو هالمرة اللي اجته بتضل جوعانة وما بتشبع فنجرة؟ منى جيبي الصفر تاس لعبي له اكل لاخوكي عمر. على عيني يا مو. يا صفاء تعي عاوليني بسكب الاكل قبل ما يبرد. يلا يا مو. هو عم يقول لك هيك مشان يخليك تسكر عن كيسك وما تشتري لي اللي بدي اياه. هلا هو هيك قصده؟ لكن شو بده يحرمنا من السعاده ويعلمك الكحتنه من هلا. هلا هو بده يعلمني على الكحتنه؟ ولك يضرب حظي، يضرب حظي ما عطله. لا يا درية وحياة عينك، من اليوم ورايح كل شي بدك اياه رح يصير عندي. من شغلك مع ابوك يلي ما رح يعطيك القرش الا من بعد بوسة ايده ورجل. لك يا عمر انا كنت عند اهلي اطلب طوطة، اما هون شايفة حالي رح موت من الجوع. خسا وحياة راسك لحتى اجيب لك اللي بدك اياه، حتى لو طلبتي لبن العصفور الازرق. يو شو هاد العصفور الازرق؟ أنا بعرف الدبان الأزرق ابن عمي. ليقوم قصدك عليه؟ لك لا، شو دبان أزرق؟ عم قلك العصفور الأزرق هذا عصفور ما بطير إلا قليل 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 بالسما، يعني هيك نادر مثلك تقبريني. كل هالقد بتحبني ابن عمي؟ لك بموت فيك يا روح ابن عمي. ما زالك هيك؟ جيب لي كل يلي بدي إياه وما ترد على كلام أبوك. لك ما حرد على حدا، وحياة عينك رح جيب لك اللي بدك اياه، يعني رح تصيري تقرفي كل شي من كترته. ابن عمي وتاج راسي. شو هاد؟ خي كلي هالشافة. ولا قلك كليها كلها، هي جبت لك اياها من عندي من الدكان، هريسة اللوز. كتير طيبة ابن عمي، يسلموا ايديك. لك وايديك ما بتاكلي غير الصحة والهنا. هلا هي الهريسة شغل ايدك ولا شغل ابوك؟ لا شو شغل ابي، وحياة عيونك عملتهم بايدي هدول. تقبر قلبي يا سيد المعلمين. بعيد الشر عن قلبك، لا تحكي هيك قدام بنوبها. ابن عمي. يا روح ابن عمك. بدي اطلب منك طلب كتير صغير. ايه قولي شو بدك. انا بدي مصاري. مصاري؟ ايوه. شو بدك ياهم؟ بدي اشتري فيهم اغراض كتير لازميني. تشتري اغراض؟ ايه اذا بدك تشتري اغراض لازم، ما بصير. خي مسكي هدول. شو هاد يا عمر؟ قرشين ومبخوشين كمان؟ والله هذا اللي معي، مثل ما بيقول المثل، ورجي عزرك ولا تورجي بخلك. عال والله كتير عال، رجال طويل عريض ما في بجيبته غير قرشين مبخوشين. هذا اللي قدرت عليه يا درية. وليش أبوك ماسك عليك المصاري يا بعدي؟ أبي ماله ماسك علي شي، كل شي بدي إياه عم باخده، ماله مقصر معي؟ بالله شو؟ إيه والله. وأجرتك وشغلك مالهم محسوبين ولا عم تشتغل معه ببلاش يا عمر؟ يا درية هذا عم بيشتغل معه ببلاش. مو انا ساكن عنده بالبيت وعم يطعميني ويشربني ويلبسني كمان. يا سلام يا سلام يا درية، على هيك رجال الله بعت لك يا. شلون شلون؟ شو بو هذا الرجال؟ لكون مو معبي عينك. ما بو شي ابن عمي وبياخد العقل، بس بده مين يعلمه يلي ناقصه. شو ناقصني انا؟ كل شي بدك اياه عم جيب لك اياه ومن احسنه. عم بتمنني كمان يا عمر؟
لا ما عم مننك. شوف عمر، أنا هيك حال ما بيمشي معي بنوب، يا أما بتجيبلي مصاري مثل كل الرجال المتجوزين، يا أما يا أما شو؟ يا أما بزعل منك كتير ابن عمي. والله بستحي منه، يعني بستحي أقول لأبي أعطيني جمعية، بستحي. ليش بقى؟ أنت مالك رجال؟ بلا رجال، بس يعني أبي له الفضل علي، رباني وعلمني المصلحة، وبكفي إنه جوزني إياكي. شوف عمر، أبوك ماله مني عليك بنوب، بكفي عم تشتغل معه ببلاش، ويا تاج راسي جوزك من إجرتك اللي ما عم يعطيك إياها، مو من بيت ماله يلي كاتم على نفسه. ابن عمي. ايه. بدي اسألك، صحيح بدك تطالع عمر من البيت؟ دغري راح وقال لك ياها. ايه قبرني كتير زعلان. لك يا بنت الحلال، انا ما بدي طالعه من البيت وما بدي منه شيء، بس بدي اياه يطلع رجال مثل العالم والناس ويدير باله على حاله. ليش شو عم يساوي ابن عمي؟ لك ما عم يوفر شيء من اجرته، كله عم يصرفه على البهنكة. ليش انت عم تعطيه اجرة؟ لك عم بدي اكل حقه، ما بيجوز، حرام، عنده مرة لازمه مصاري مشان يصرف عليها. الله يصلحه ويهدي. ليش عم يكذب علي لك؟ ليش شو قلي؟ قال انه عم تعطيه من الجمل اذنه. بده شدة اذن على هذا الحكي. انا عم بعطيه جمعية مثله مثل اي صانع عندي وازود، هذا ما عدا الحلويات يلي بياخدها لمرته كل يومين والتالت. ايه بس نحن ما لنا مقصرين مع ابن عمي، نمليتنا ما يعني حلو واشكال والوان من الدكان من عندك. لك اسألي وين عم يروح بكل هالحلويات يلي بتطعمي عيلة بحالها. يبعت لك حمى يا درية، لا تكوني عم تاخدي هذا الحلو كله لبيت أهلك. تصبح على خير. أنت من أهله. يا عمر. نعم يا بي. دير بالك على الدكان، أنا رايح. وين رايح يا بي؟ أنت من إمتى بتسألني لوين رايح؟ ما قصدي شيء. خلاص مثل ما عم أقول لك، وإذا تأخرت سكر أنت الدكان. أمرك يا بي. معلمين؟ شو بدك؟ هلا ليش ابوك عم يتخلى علي؟ وانت شو دخلها؟ لا انا ما دخلنا. ايه ما دخلها؟ فوت كمل شغلك، يقطع عمرك ما اسألك، نظف الارض.